من هنا كانت أول صرخات الحرية التي نادى بها أهالي درع البلد قبل 8 سنوات، وهنا عادت الصرخات التي ظن نظام الأسد أنه أسكتها بعد سيطرته على المحافظة عسكريا بدعم من الطيران الروسي قبل نحو 8 أشهر. عادت الهتافات اليوم تصدح في أحياء المدينة المدمرة بشكل شبه كامل. نظام الأسد أعلن عن نيته إعادة تنصيب تمثال حافظ في درع المحطة بعد 8 سنوات من إسقاطه من قبل المتظاهرين في بداية الثورة السورية، وجمع مؤيديه في منطقة المحطة في مسيرة سرعان ما تفرقت بسبب إطلاق عنصر مخمور من عناصر النظام النار بحسب مصادر محلية. في المقابل خرج أهالي درع البلد في تظاهرة جابت شوارع المدينة ووقفت أمام الجامع العمري والذي يعتبر رمزا ثوريا خرجت منه أول مظاهرة نادت بالحرية. حاول نظام الخوف اليوم أن يختبر جذوة الثورة في درعا، فحاول أن ينصب صنما للمجرم الأول، فكانت نبرة أبناء درعا عالية جدا، خرجوا له من مهد الثورة من جنبات العمري ليقولوا له اسقط 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 هبل، خرجوا له ليقولوا له أن جذوة الثورة ما زالت في صدورهم. إن كانت العسكرة قد توقفت في بعض مناطق سوريا فإن الثورة في قلوب الأحرار لا تموت. صدى الجوفية الحورانية المشهورة في مظاهرات أهالي درعا وصل إلى مدينة الباب في ريف حلب بعد أن قام سكان مدينة الباب والمهجرون إليها من درعا وباقي المناطق السورية بالخروج في تظاهرة ووقفة تضامنية مع أهالي مدينة درعا وثوارها. مالك أبو عبيدة، حلب اليوم، من ريف حلب الشرقي.